السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس غامبيا بذكرى استقلال بلاده. الصحة تسجل 1569 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، واللقاحات المعطاة تقارب 60 مليون جرعة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن غزو روسيا بات وشيكا على أوكرانيا، والكريملين يندد بهذه التصريحات وينفي أي نية للهجوم على أوكرانيا. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة سمو الأمير سعد بن عبد الرحمن بن سعد الثاني بن عبد الرحمن آل سعود، وتمت الصلاة عليها بعد صلاة عصر أمس الخميس الموافق 16/7/1443 من الهجرة في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد موريدوف، استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي، أكد النجاحات الكبيرة والمواقف الحاسمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله، والتي أعطت قوة دفع إيجابية لمنظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان البدرية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة. ولفت آل الشيخ النظر إلى حرص المملكة على الاطلاع بدورها الإنساني عبر تقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة عن الشعوب العربية في محنها وأزماتها، وأشار إلى تأكيد المملكة على أمن واستقرار المنطقة وإدانتها للسياسات العدوانية لإيران ودعمها للجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي، مبينا أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية ثابتة وراسخة للمملكة وتحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. على وقع ما تشهد المنطقة العربية من تحديات وتطورات سياسية وأمنية واقتصادية، تأتي اجتماعات المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار التضامن العربي، وذلك بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التضامن العربي هذا جزء رئيسي من توجه استراتيجيات المملكة، والمبادرات متعددة كثيرة فيما يخص التضامن العربي، وعلى رأسها قضايا التنمية والاقتصاد وقضية فلسطين. في اللجنة الاقتصادية كل ما يتعلق بالمبادرات الاقتصادية اللي تؤسس على رؤية المملكة 2030، وفيما يتعلق بتنمية الشباب وتنمية المرأة في لجنة التنمية والشباب، أكيد في عدد من المبادرات المتعلق بالتعليم والتطوير وما إلى ذلك. عند مشاركة عدد كبير جدا من الأعضاء، رئيس مجلس الشورى السعودي أكد على ضرورة تكاتف الجهود للدفع بالعمل البرلماني والعربية ودعم مختلف تجمعاته ومؤسساته وبحث المسائل ذات الأولوية للمواطن العربي تحقيقا لأمنه واستقراره وتقدمه. إن الشعوب العربية تعول عليكم في تعزيز التعاون البرلماني بين الشعوب العربية باعتباره محوراً جوهرياً في التضامن العربي،
كما تتطلع إلى رؤية عمل ممثلي البرلمانات العربية على مستوى طموحاتها في تبني قضايا المواطن العربي. وقد بحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعاتهم عددا من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية والتقارير التي أعدتها لجان الاتحاد المتخصصة في الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والمالية والاقتصادية والمرأة والطفولة. في خضم ما تموج به المنطقة العربية من تحديات غير مسبوقة، تبرز أهمية تحقيق التضامن العربي وبلورة مواقف واستراتيجيات موحدة لخدمة المصالح والقضايا العربية والحفاظ على وحدة وأمن وسيادة الدول العربية. لأخبار السعودية، محمد شعبان، القاهرة. يحظى التعليم في المملكة باهتمام واسع النطاق وأهمية متزايدة في زمننا الحاضر بالشراكة المجتمعية والتي تساهم في إعداد الإنسان وصناعة المستقبل في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوفيرها لكافة الإمكانات. بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة حفظها الله وجهودها في تسخير كافة الإمكانات للتعليم، نواصل العمل مع شركائنا في تحقيق أهداف رؤية الوطن الطموحة. هذه الجهود التكاملية بين الدولة والقطاع الخاص من أفراد ومؤسسات تعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي النبيل. الهدف الأسمى لهذه الجهود واحد، وهو بناء إنسان يسهم في تنمية وطنه وصناعة مستقبله، ليتجدد العطاء في مجتمع يتسابق أبناؤه لنشر العلم والاحتفاء به. من هنا نبدأ، لأن التعليم حق للجميع والجميع فيه شركاء. لذلك تتيح الدولة أيدها الله الفرصة لأفراد المجتمع ومؤسساته للمشاركة في المشروعات التعليمية النوعية التي تحقق تطلعات الجميع. تقدم الوزارة رعاية خاصة للفئة التي تحتاج إلى اهتمام أكبر، وبمشاركتكم نواصل الجهود معا لتهيئة بيئة داعمة لهم. ما أجمل أن ترى أثر عطائك في جيل يتسلح بالعلم وتترسخ فيه المبادئ والقيم الوطنية. شكرا لكل من ساهم في بناء الإنسان وتنمية الوطن واستدامة الأثر. أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتعافي 2847 حالة، فيما انخفضت الحالات الحرجة إلى 962، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله. هذا وتجاوز إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة 59,899,000 جرعة، إذ بلغ عدد من حصلوا على جرعتين أكثر من 24 مليون شخص، فيما بلغ عدد المحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25,823,000 شخص من سكان المملكة. حققت الشركة السعودية للاستثمار في المملكة نموا بلغ 770% من إجمالي قيمة الاستثمارات، وذلك حسب مصادر منصة ماجنت المتخصصة في البيانات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الجريئة 1,226,000,000 ريال، فيما قدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 6,500,000,000 ريال. وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 23 صندوقا، استثمرت في 83 شركة سعودية ناشئة من خلال 147 صفقة حتى الآن، علما بأن مدة استثمار الصناديق تصل إلى 5 سنوات، ويعود نجاح استراتيجية الشركة خلال 3 أعوام الماضية إلى زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء.
وقعت الهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم مع طيران الإمارات تهدف إلى وضع أسس التعاون الوثيق بين الطرفين، وذلك عبر توحيد الجهود والخبرات لزيادة سعة وعدد الرحلات عبر شبكة طيران الإمارات إلى الوجهات السياحية في المملكة، ورفع مستوى الخدمات الأرضية والجوية لضمان تقديم تجربة سفر سلسة وممتعة. وتواصل الهيئة جهودها في جذب السياح والترويج للوجهات السياحية في المملكة عبر استهداف أهم الأسواق الرئيسة في الخليج والمنطقة والعالم، وإبرام الشراكات المهمة لتحقيق مستهدفات الهيئة وتطلعات منظومة السياحة السعودية. تستمر مناورات تمرين رماح النصر 2022 التي تقام في مركز الحرب الجوية بالقطاع الشرقي بحضور قيادات عسكرية رفيعة المستوى وبمشاركة واسعة من جميع أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ووقف الحضور على ما تم إنجازه في التمرين حتى هذا اليوم، حيث أظهر المشاركون مستوى عال من الجاهزية والتنسيق في التخطيط والإعداد والتنفيذ الذي يسهم في تعزيز العمل المشترك. يشارك في هذه النسخة قوات جوية من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وتعمل القوات الجوية من خلال هذا التمرين على رفع قدرتها القتالية وكذلك رفع مستوى العمل المشترك مع أفرع القوات المسلحة الأخرى. أيضا في هذا التمرين تشارك معنا قوات من الحرس الوطني وكذلك أمن الدولة. سيستمر التمرين إن شاء الله لعدة أيام، ما يقارب طيران فعلي 10 أيام، وإن شاء الله تتحقق أهداف التمرين من خلال توثيق العلاقات مع جميع الدول المشاركة وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية. مشاهدينا الكرام، نشرة انتهت، بقي أن نذكركم بعلم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس غامبيا بذكرى استقلال بلاده. الصحة تسجل 1569 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، واللقاحات المعطاة تقارب 60 مليون جرعة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن غزو روسيا بات وشيكا على أوكرانيا، والكريملين يندد بهذه التصريحات وينفي أي نية للهجوم على أوكرانيا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.